اهلا بحضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وفي الفقره دي هنتكلم عن موضوع زي ما كنت بقول لحضراتكم من شويه اعتقد انه مهم كتير جدا مننا، هنتكلم عن الكرش عند الرجال وبين قوسين والبطن عند السيدات، مش هنسميها كرش في حاله السيدات. على كل الاحوال هو طبعا موضوع بيؤرق ناس كتير جدا مننا، الى جانب ان هما ساعات ما بيبقوش حابين الشكل العام. بعيدا بقى عن الشكل، احنا عايزين كمان ندخل بقى عضويا، هل الموضوع ده انعكاسات سيئه او سلبيه على الصحه العامه للجسم ولا لا؟ ده اللي هنتكلم فيه مع دكتوره ريهام العراقي اخصائيه التغذيه العلاجيه اللي منورانا في حلقتنا النهارده. صباح الفل عليك. صباح الفل يا استاذ كريم. اخبارك؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله جميل. اعتقد انت اكيد بتتسالي كتير قوي السؤال ده المتعلق بالكرش، نعمل ايه عشان نتخلص منه؟ هو السؤال الوحيد اللي النهارده بقى احنا بقى هننوع لك كمان حواليه شويه اسئله ثانيه من عينه. هو ايه اصلا اللي بيتسبب فيه؟ هل الاكل وكميه الاكل فقط ولا ساعات بيكون في عناصر تانية او عوامل اخرى بتؤدي الى ظهور البطن المنتفخه او الكرش عند الرجاله وحتى عند الستات؟ عند الستات هي الموضوع مش هنصنفه عند الرجاله وعند الستات لانه اسبابه واحده عند الاثنين. يمكن عند الستات اكتر شويه لانه الموضوع داخل فيه برضو هرمونز. والبنات عندها استروجين اعلى، فالاستروجين ده برضو مسؤول عن تخزين الدهون في الجسم. غير كمان ان الموضوع بيبقى معتمد على الجينات. يعني احنا عندنا عوامل كتير بتخلي ان الدهون تتخزن في المنطقه بتاعه البطن. اولهم الاكل الكتير، لما باكل سعرات اكتر من المفروض اللي جسمي بيحرقها. بس ده مش بالضروره ان هو يخزن في البطن بس. بطن هتزيد؟ هتزيد، بس جسمي برضو كله هيزيد، لان انا لما هزيد الدهون الزياده دي كلها هتتوزع على كل جسمي. بس في دايما اماكن بتبقى الدهون مركزه فيها اكتر. بالظبط. وفي اكل بيخلي تخزين الدهون اكتر في المنطقه بتاعه البطن. فعلا. زي الحاجات اللي فيها سكر ابيض او دي ابيض، اللي هي حاجات بنسميها سمبل كارب او الكربوهيدرات البسيطه. اللي هي بترفع هرمون الانسولين بنسبه عاليه اعلى من الطبيعي. وبالتالي كل ما الانسولين بيترفع كتير كل ما الجسم بيخزن دهون او احتماليه تخزين الدهون في المنطقه بتاعه البطن او الكور اري عامه البطن والجناب بتبقى اكتر بكتير. يعني في دراسه اتعملت لقت انه في هرمونين، اكتر هرمونين في الجسم بياثروا في تخزين الدهون في منطقه البطن هم الانسولين، وده بيترفع من الحاجات اللي فيها سكر ابيض او دقيق ابيض او مشتقاتهم، عصاير، مشروبات غازيه، حلويات، معجنات، مخبوزات داخل فيها السكر الابيض والدقيق الابيض. والحاجه كمان هو الهرمون الكورتيزول، وده ستريس هرمون في الجسم. عشان كده انا قلت مش دايما الاكل بس هو العامل الرئيسي في تخزين الدهون في المنطقه بتاعه البطن. الكورتيزول ده بقى بيعلى من ايه؟ لو قاعد بفكر كتير، بعمل مجهود ذهني وبدني كبير قوي، بضغط نفسي في شغل كتير، على طول متعصب ومتضايق، حالتي النفسيه او مودي دايما وحش، بسهر كتير، ما بنامش في الوقت اللي المفروض ان انا انام فيه، كل ده كل ما الجسم يبقى تحت ستريس ايا كان الاستريس ده نفسي او ذهني او بدني بيبتدي الكورتيزول ليفل ده يبقى عالي. كل ما يبقى عالي كل ما الجسم يخزن دهون اكتر في المنطقه بتاعه البطن. ده لو احنا على حسب برضو شخصيه ونفسيه كل واحد اللي بتختلف من شخص للتاني. يعني في ناس مثلا لما بيضغطوا قوي بياكلوا بنهم، في ناس العكس لما بيضغطوا قوي مبقاش عندهم حتى شهيه. بالظبط كده. ده في مساحه لفروقات فرديه برضه. بالظبط. ما هو ده بيعتمد على تعامل الجسم نفسه مع الستريسرز او الستريس اللي هو محطوط فيه عامل ازاي. احنا عندنا كذا ستريس هرمون، احنا بنتكلم بس على الكورتيزول. انا لما بيتفرز ادرينالين اكتر بيبتدي يعمل لي مشاكل في الجهاز الهضمي، فلاقي ان انا عندي مشكله ان انا مش عارف اكل، باكل بكميه قليله ومليش نفس. بس لما الكورتيزول هو اللي بيبقى اعلى بلاقي ان انا الشهيه بتاعتي اتفتحت، لان ده كمان بيعلي لي انسولين، ولما الانسولين بيعلى بيكسر السكر اللي في الدم، فبحس ان انا محتاج ارفع السكر ده تاني، فبيجي لي كريفنجز اكتر. فهو على حسب طبيعه الجسم. على فكره ممكن يكون نفس الجسم لما بيبقى في ستريس معين بيلاقي ان هو عمال بياكل كتير قوي، وفي ستريس تاني خالص لنفس الشخص بيلاقي ان هو مش عارف ياكل. ده على حسب الكيميكالز والهرمونز بتاعه الجسم اللي استجابت لوقت الستريس ده نفسه اللي حصل، فانا هرمون بقى هو الطاغي، فانا حالتي بقت عامله ازاي في الاكل. تمام. برضو ناس كتير من اللي هي بتعاني مع الوزن الزايد وتكدس الدهون في مناطق معينه لما بيبتدوا رحلتهم بقى مع الخسيه ومع فقدان الوزن، ساعات بيبقى لها اثار سلبيه.
ممكن بقى تجيب مع حد تفصيله مختلفه عن حد تاني. في ناس بتشتكي من تساقط الشعر مثلا، في ناس بتشتكي من ان الوزن نزل لكن نتج عنه ان بقى في جلود مترهله او جلد يعني فاهمه ازاي النوع ده من الامور. فهل مزبوط. في اليه معينه او طريقه معينه الواحد يقدر يخس بيها ويتخلص تماما من الكرش اللي هو بيعاني منه من غير ما يدخل او يخوض في السلبيات بتاعه الامر ده؟ اه طبعا، طالما احنا اتكلمنا عن مضاعفات يبقى معنى كده ان الحاجه اللي انا بعملها دي مش مظبوطه، انا طريقه الاكل بتاعتي اصلا مش مظبوطه، فلازم رقم واحد ان انا الاكل بتاعي يكون مظبوط، رقم اتنين ان انا ابتدي اعتمد على حاجات، الحاجات دي تكون عوامل مساعده معايا ان هي بتزود لي الحرق شويه او بتقلل لي موضوع الكريفنجز او بتساعدني ان انا بطني والجناب عندي تنزل شويه بس بصوره امنه، زي بيستا اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. هو بيستا هو منتج طبيعي 100%، يعني حاجه امنه انا بتكلم عليها مكوناتها كلها طبيعيه، معنى ان مكوناتها طبيعيه ان هي مش هيكون في منها اي سايد افكتس خالص، والحاجة التانية ان النزول بتاعها هيكون طبيعي، مش الحاجات اللي احنا بنسمعها اللي هو 10 كيلو في اسبوع وحاجات تلاقي ايه الواحد جسمه فجأة نزل بقى مترهل، فجأة بقى شعره بيقع، فجأة يبقى عنده مثلا هبوط في دورة دموية، عنده أنيميا، عنده نقص في فيتامينات ومعادن معينة بكمية كبيرة، ده نتيجة الحاجات اللي احنا بناخدها، بتعمل نتيجة سريعة قوي معايا وبتبقى مضرة لأن بيبقى فيها كيميكلز. أنا هنا بتكلم على حاجة طبيعية بتساعدني إن أنا أحفز مستوى الحرق بتاعي بنسبة مثلا 30%، وفي نفس الوقت لما يحصل لي المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها من ستريس او انه الانسولين يعلى، هو بيظبط لي برضو الهرمونز دي فبيساعدني على الشبع. ليه بقى؟ لانه بيستا مكون من ثلاث حاجات، اول حاجه واشهر حاجه فيهم هو الالياف، وده يعتبر اول منتج في مصر فيه ثلاث انواع من الالياف بتركيز 6 جرام اللي هم قشور السيليوم، رده القمح، وكمان الشوفان. الياف بتعمل ايه؟ بتدخل جوه معدتي، بتمتص الميه اللي موجوده في المعده، فزي ما بيقولوا كده بتنفش او بتاخد حيز اكبر من المعده، فبدل ما انا مثلا كنت باكل بكميه كبيره او طبيعتي مثلا ان انا وجباتي كتير قوي وكميه الاكل فيها كتير، فانا هلاحظ ان انا واحده واحده الشهيه بتاعتي لان عندي شعور بالامتلاء بالفعل. بالظبط كده، وزي ما بيقولوا كده بصغر حجم المعده بطريقه اندايركت واحدة واحدة، لما بنتظم عليه مع النظام الغذائي بتاعي بلاقي ان انا اصلا كمية وجباتي بقت قليلة، وده بيساعدني ان انا اشبع ما يجليش كريفنجز وما زدش في الوزن بالذات المنطقة بتاعة البطن. غير كده كمان هو في حاجات بتحرق معايا بقى، يعني انا عملت حرق بطريقة اندايركت بان انا قللت الكميات بتاعتي فخليت جسمي يحرق من الدهون المتخزنة، وفي نفس الوقت في حرق دايركت بانه هو فيه كروميوم وفيه فيتامين سي. الكروميوم هو معدن مهم جدا لتثبيط الانسولين اللي احنا كنا بنتكلم عنه، اللي هو السبب اصلا في الزيادة بتاعة الدهون البطن او تخزين الدهون في المنطقة بتاعة البطن، فهو بيظبط الحساسية بتاعة الانسولين وبيحرق معايا كمان نشويات، فده هيساعدني كتير في الحرق، خصوصا كمان ان احنا اغلب الاكلات اللي بنكريف عليها او اغلب الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتزود لي المنطقه بتاعه البطن كلها جايه من السكريات او من النشويات. الحاجه الثالثه بقى هو فيتامين سي، وفيتامين سي طبعا احنا عارفين هو مهم ازاي عشان المناعه بتاعتنا وعشان بشرتنا، بس هو كمان الدراسات الحديثه لقيت ان هو ليه دور كبير قوي في الفات اوكسيديشن او أكسدة الدهون أو حرق الدهون نفسها اللي هو بينتج عنها طاقة، الطاقة دي أنا لما بعمل أي مجهود فكده الدهون اللي عندي دي اتحرقت، فأنا بحرق دهون، بحرق نشويات، بظبط الإنسولين اللي بيخزن لي الدهون في البطن، وفي نفس الوقت بقلل الكريفنجز وبقلل الكمية بتاعة الأكل بتاعي وبحس بشبع، وكل ده بصورة طبيعية مفيش أي كيميكالز خالص. جميل. طيب ده الكلام النظري يا حضرات، ما تيجوا بقى نروح معاكم ومع طبعا ضيفتنا العزيزة نشوف نموذج بقى ويعني والجانب العملي بقى، الترجمه العمليه للكلام اللي بيتقال ده. آية كان عندها مشكله مع الوزن الزايد، تعالوا نشوف حصل معاها ايه ونرجع نكمل كلامنا. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي آية عاطف رجب، عمري 26 سنه، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركه، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه،
ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوبايه، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ يعني. ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه. كنت باكل اي حاجه بس قليل يعني، وجبات قليله. مبسوطه جدا، الحركه بتاعتي بقت خفيفه، بقيت قادره ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. ده شغل جامد يا دكتور. جامد جدا. شغل جامد اللي بيحصل ده. طب مسألة فقدان الوزن مثلا، لو تخيلنا ان سبب رئيسي فيها او ليها كان التقليل من كميات الاكل، طب احنا كده مش بنقلل مثلا من الفيتامينز او المينرالز او المواد المهمه ان هي تدخل جسمنا؟ مظبوط. لاننا قللنا الاكل اصلا، ولا صح. ممكن الواحد يوزنها ازاي الحكايه؟ هو احنا على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نعمل بالانس في طريقه الاكل بتاعتنا اصلا، ان احنا ناكل خضار وفواكه والاكل بتاعنا يكون متوازن، مفيش عنصر ناقص. بس برضو حتى لو احنا عملنا ده، عشان احنا بنضطر ان احنا نقلل كميه الاكل، فبنلاقي ان احنا ناقصنا فيتامينات ومعادن كتير، ودي بتاثر على صحتي عامة وعلى المناعة بشكل ما. مش لازم تكون الحاجة سيفير قوي على حسب ما أنا مظبط. فعشان كده إيه دايما إحنا بنلجأ لمالتي فيتامين يعني. أي حد عايز يخس، أي حد عايز يتخن، أي حد عايز يثبت الوزن بتاعه، أي حد عامة طريقة أكله مش مظبوطة أو طريقة أكله مظبوطة بس مش بياخد كمية كافية من العناصر والمعادن المفروض إن هي تدخله، لازم يكون في حياته مالتي فيتامين. عشان كده إحنا دايما حاطين مع بيستا كورس كده انه في ألب مالتي فيت مع بيستا، عشان انا اخس وفي نفس الوقت ما يحصليش مضاعفات. وألب مالتي فيت يعتبر من المالتي فيتامينز القويه جدا، لان هو بيحتوي على اكتر من 13 مينرال وفيتامينز موجوده كلها مهمه عشان المناعه وعشان الطاقه بتاعتي وعشان الحرق، عشان البنات اللي بتشتكي شعري بيقع كتير، ضوافري بتتكسر، وشي بيبقى بهتان، عندي مشكلة في عظمي، حاسس ان انا عظمي بيوجعني، او عندي هشاشة عظام. فهو عامل زي كومبو كده في كل تقريبا الفيتامينات والمعادن اللي احنا محتاجينها. في المجموعة بتاعت بي كومبلكس اللي هي مهمة جدا عشان الحرق بتاعي وعشان الاعصاب. في فيتامين سي بتركيز عالي جدا 500 ملي جرام، طبعا عشان المناعة وعشان بشرتي وعشان برضو حرق الدهون زي ما اتكلمنا عليه. في كمان فيتامين اي وفيتامين اي، وهما انتي اوكسيدنت مهمين جدا. في كمان زنك مهم للمناعه ومهم للشعر، في بايتين مهم جدا للشعر والبشره، وفي كمان فوسفورس وكالسيوم للعظم بتاعي وللسنان. فانا اعتبر اخذت يعني كبسوله واحده باخد فيها كومبو لكل الفيتامينات والمعادن اللي انا عايزها عشان صحتي عامه. فانا لما هاخد مع بيستا الراجل او السيده بالظبط كده. اصل معظم اللي حضرتك يعني ذكرتيه تحسيه ماشي في سكه السيدات اكتر. لا والله الشعر والبشره والظوافر ما انا عشان ده ما انا قلت مناعه وقلت طاقه وتركيز وكل وحرق. بس اغلبيه البنات لما بتيجي تعمل دايت فعلا بتشتكي ان هي بيبقى عندها مشكله صريحه في انه شعرها بيقع كتير قوي، وهي برضو بتبقى مهتمه بالشكل الخارجي بتاعها. وانا بنت برضو فطبيعي ان انا سبورت يعني الموضوع ده. فاحنا بناخد الجرعة بتاعة ألب مالتي فيت، بناخد مرة واحدة بس في اليوم بعد أي وجبة، يعني مثلا بعد الفطار أو بعد الغداء. ده يستحسن ان هو يبقى من في سن أول معين يوم. يعني من 18 سنة المالتي فيتامين بتاع الكبار بتاع الأدلتس ينفع ان احنا ناخده، بس بيستا ينفع اخده من أول 12 سنة كمان، عشان الولاد الصغيرين بيبقى عندهم سمنة أو أوفر ويت أو عندهم كريفنجز والحاجات دي، هو برضو هيبقى آمن معاهم وهيبقى بيساعدهم. باخده بقى على حسب الهدف بتاعي، بس عامة أنا باخده قبل الوجبة من تلت ساعة لنص ساعة، ريكومندد مرتين في اليوم، يعني عشان انا ابقى بخس بصوره كويسه ويعلي معايا الحرق شويه بنسبه اعلى من الطبيعي. يعني ان انا باخد الاستخدام والجرعات، هل لازم تكون بتوجيه طبيب ولا هي جرعات امنه لا هي حد هي الجرعه امنه. الجرعه اللي احنا بنقولها في البرنامج النهارده هي دي الجرعه الموصي بيها، بس على حسب الهدف بتاعي. لو انا بس بحافظ على اللايف ستايل بتاعي وعندي عزومه عندي خروجه خايف ان انا لخبط، باخد باكت واحد عند اللزوم. يعني انا رايحه فرح مثلا ومش عايزه لخبط فاخد ده، بس لو انا ماشيه مظبوط عايز اخده عشان يعلي معايا شويه يبقى تمام هاخده من مره لمرتين. طب احنا جزء كبير من كلامنا برضو ماشي في سكه الناس اللي عندها اراده وعندها رغبه شديده في فقدان الوزن. في ناس عندها نفس الرغبه لكن
بتضعف قدام صح. صينيه محشي مظبوط برام مش عارف ايه. فالناس مزبوط. اللي عندها نهم للطعام يقدروا يتعاملوا مع نفس المنتج ويحصلوا على النتيجه المرجوه. بس ياخدوه من مرتين لثلاثه بقى في اليوم طالما هم مش مظبطين اكلهم، هو هيساعدهم في ان هم غصب عنهم معدتهم تقفل واحده واحده، وفي نفس الوقت هيخلي الشهيه اللي مفتوحه او الكريفنج المفتوح طول الوقت ناحيه الحلويات والسكريات ده هيبتدي يقل. فبعد كده لما يشوفوا نتائج هيبتدوا يلتزموا برده مع دايت. جميل، انا بشكرك لان احنا وقتنا خلاص انتهى بالفعل. نورتينا وافدتينا بوجودك دكتور ريهام، شكرا جزيلا ليكي. واكيد الشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله نشوفكم على خير بكره باذن الرحمن، يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.